بحياتك من 30 سنة لليوم إذا بدك تكتب مذكراتك بتقول أنا جورج وصوف الله يجينا بكلمة أنا كنت منصف بحق حالي أو الجملة الثانية أنا جورج وصوف كنت مؤذي بحق حالي أبداً ما مؤذي بحق حالي أبداً أبداً أكيد منصف بحق حالي الحمد لله إذا شيء بدي شيله مني لغيري وبعتبر حالي منصف لأنه هيك ربنا أدرك تعمل شيء يعمله أبو وديع دايماً لما بيحكوا عنك الناس إعلاميين أو زملاء أو لا حضرتك بيقولوا أنه كريم كتير يا الله الكريم لحظة صغيرة لحظة صغيرة بس هيدا الكرم الفائض الحاتمي بيأذي بمطرح يعني بيضرك لإلك يعني أوقات ما بتقول أنه لو عدت حساباتي كان أحسن خلاص لا بس المفروض عندي حساب حساب لبعدين النهار الأسود بس هلأ عم تحسب أكيد عم نحسب الله أنه يعني خيلا ما تحكيني بالموضوع طب لحظة لحظة الواحد بيوقع الحمد لله عايش نفس الشيء بيتي مفتوح ايه؟ بناكل بيتك مفتوح ونشرب نفس الشرب ايه؟ ونستقبل الناس مثل ما كنا والحمد لله بس هلا على كورونا ووفرنا شوي بس حدا يجينا عند حدا عملت الفاكسين عملت الطعم عملت اثنين اثنين الحمد لله خفت خفت ايه كنت خايف من المضاعفات ولا فكرت بشيء أبو وديع ليش بكل أرشيفك ما في ديو غنائي مع حدا ما عملت ثنائي غنائي ما قلت لك برا بابي ما عمل ديو أنا وياه هيك بعرف بعده قائم ليش ما عملت ما سيقبت ولا أنت جورج وصوف تقول أنا بدي أعمل مع حدا ديو لا يا عم ما هيدي كلمة أنا ما في طيب. طيب أوكي ليش إذا لقيت شي عمل حلو طلعت فيه دغري على طول بنفذ لوحدك لا لك سولو إذا أي ديو عم تقول مع مين بدك تعمل ديو خيم وقت إذا جابوا لي مين من كان منه اسم مش معروف أيه. معروف أي شيء طب من المعروفين مين بيلبق لحظة لا مين قلت لي قبل شوي شغلة ناس بيلبقوا لي بحياتي ناس ما بيلبقوا بالصوت مين بيلبق على صوتك مين لا مين بيلبق بضروري يلبق على صوته أنا غنيت عبد الحليم صوته عبد الحليم صوته بعيد كثير عن خامس صوته